راز اليوم طفشاني، بدي اطلع. الطفش عنده ألف، وانا بصراحه ما الي خلق اني انا اطلعها مكان او اخر. المهم حطلعينا رح طلعك، فخطرت في بالي فكره بصراحه. اوكي وين حطلعينا؟ هلا رح تعرفي، بس قبل كل شيء بس حطونا لايك وشير. هاي 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 سكرتنا حلوين، ورجع لكم فيديو جديد. عنوان الفيديو لليوم ماما فلوج، يعني ايوه فلوج روز لانه طفشاني، فانا رح هيك اغير من نفسيته لروز و شو اضبط له اجواء حلوه. وين رح اطلع؟ المهم رح انت مو بدك تطلعي من البيت؟ طب رح اغير ثيابك، فانا رح اطلعك برات البيت. لا مو ضروري تغيري ثيابك، انا رح اطلعك برات البيت. اوكي تمام اتفقنا. وصلنا هذا الفيديو اكثر من 2000 لايك، نحن كثير بنحبكم. روحوا ضيفونا على السناب شات، عم ننزل لكم يومياتنا ويلا نبدا. ويلا نبدا الفلوج. يلا يا روز تعالي الحديقه. صح تفضلي. لا مو رايحين الحديقه، البسي الشوز بسرعه. يلا الشبشب، انا هذا بسميه سليبر، عاد ما الي علاقه. يلا انزلي لتحت لو سمحتي. ايوه انزلي طبعا ما عليكم هذا السلم. ايوه خلاص ستوب. يلا مديه هون. شو لا خلاص لا تنزلي. يلا مديه هون. يلا مديه. يلا مديه هون. يلا انا بدي اسوي لك اجواء، انت مو بدك تطلعي برات البيت وانا رح اسوي لك اجواء برات البيت. يلا مدي هون لو سمحتي. ايوه يا سلام. يلا مديها منيح روز هوني هيك كلها. ايه كلها بابا. هيدا طبعا صدى من جرة الغاز، فما عليكم، ولا هي الارض نظيفة لسه اليوم انشطفت وكل شيء. يلا يا روز. يا سلام يا سلام. يلا تعالي نسوي لك اجواء حلوة، نظبط لك القعدة. تعالي نجهز اول شيء الجلسة. تعالي انت ليش رحتي؟ يلا شو حالك؟ بدنا نحط من بزر سوريا. هيدا من بزر سوريا، اللي ما بيعرف بالسناب انه الحمد لله ماما اجت من سوريا. حب. ايوه يلا شوفي يا روز شو جهزت لك. نقرشات وسويت لك قهوه سعوديه. يا سلام يا سلام، عشان تعرفي اني انا كيف بظبطك. بس انت قولي لي اني انا طفشاني وبدي اطلع براتي. اخر مره تعرفي؟ ليه؟ ليه ليه؟ اخر مره. يعني عندي اختبارات. ايه وهيك. طيب وشو شو يعني؟ امسكي شوي. ايوه المفروض يعني اطلعك اخذ التفاح كمان يعني. ايه عشان تعرفي. شوفي شو بدك احسن من هيك اجواء. لا سلامتك. ايوه هيك دخل الصحن. انا بحب انا اقرش من نفس الكيس حتى. لا احنا ما عندنا نقرش من نفس الكيس. هنا يا سلام. يلا هلا لازم عشان ناخذ هيدي الاغراض. تعالي معي برا البيت. يلا برا البيت. يلا خذي الطاوله بسرعه لو سمحتي. يلا تجيبي لي الاغراض. لا 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 انت بتنزلي وبتطلعي. هذا اللي بدي. يلا 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 بسرعه. يلا لو سمحتي بسرعه. واحد اثنين. يلا سوسو يلا، مو انت بدك تطلعي برات البيت؟ انا عم بسوي لك اجواء، انا عم بسوي لك اشياء واو. ايوه ايوه عشان تعرفي. يلا حطي. يلا اطلع. رياضه بنفس الوقت. ها شوفوا روز، بس مشان ما تطلع وتنزل شوفوا كيف مسكتهم. شوفوا وانا قررت اساعدها واخذ معايا القهوه. كيفني معك يا روز وانا عم احاول اساعدك بشتى الطرق. تفضلي تفضلي
شوفوا الأجواء، يا سلام، شوفوا الأجواء. خرافية. أماني شو رأيك فيه؟ قلي بكل صراحة. جدا سيئة. ليش؟ افتحي تفضل عشان تتسلي. خلينا نرتفع لفوق عشان تطلعي كاملة. شوفي بكل صراحة، غيرتي جو ولا ما غيرتي جو؟ روز والله غيرتي جو. شوفي كيف قعدتك هوني وزبطت لك كأنك قاعدة وين؟ بالمالديف. بالمالديف. وين وادي حنيفة؟ بالمالديف. انتبهي لا تحترق. أصب لك أنا؟ تعرفة؟ لا بس أنا ما أحب. أيوة يلا برافو عليك. تقهوة وتقهوة ويلا ضيفينا. هاتي أصب أنا. لأنه سويت علشانك عشان تعرفي كيف إني أنا مدلعك كثير. لازم تفتحيها هيك. وين؟ بصراحة ما بدي قهوة أنا. يلا اشرب اشرب. ما بدي قهوة، هاي لإلك. حاضر. مع إني على فكرة أنا ما بشرب قهوة كتير. تشرب القهوة التركية. بس هيدي القهوة بنتي مسوايتها. يا سلام. ندوقة؟ لازم معمول مع أمي. لا خلاص والله ما خليها بخاطرك. والله اسمعيني ماما. حلفت اسمعيني. شو كان بدي اقول؟ اسمعيني، نحن بدأنا اليوم كامل، اذا طلعت بخسر وبضل. لا ما اتفقنا هيك. انا عم يوم كامل نحن من متى نسوي؟ انا عم يلا حلفت روز. انا حلفت عم تجيبني ممنوع. انا خلاص يلا تكفين تكفين. يلا يلا روز ما صح روح اقعد. يلا قومي. يلا 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 انا راح اسبقك. اوكي اسبقيني. يلا تعالي يلا يلا. ايوه برافو عليكي، هيك شطوره. وهلا حنبدا اليوم كامل عن جد. يلا هلا رايحين نبدا اليوم كامل عن جد. يا سلام يا سلام، شوفوا قهوتي وينها. انت بس قولي لي شو بدك وانا بجيب لك اياها. اوكي بس انت قولي لي شو بدك. يا تنزلي البقاله وجيبي لي عصير. تفضلي 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 هون. شوفوا يا سكرات. ايه تفضلي. هون البقاله. ايوه هون الحديقه. ايوه نحن هلا الاشجار حوالينا والالعاب والحديقه، وانا هلا طلعت على روز وغيرت لها جو، وروز كثير 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 مبسوطه. بالله عليك غيرت لك جو ولا ما غيرت لك؟ ما غيرت لي. ليه؟ اللي روح انا كنت اتسوق اروح السوق. ايوه طيب شوفي اذا بيوصل هذا الفيديو. لا 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 ما عندك ثقه بسكر. بدي هلا. شوفي ما عندك ثقه بسكراتك؟ لا انا بدي هلا الليلون يوصل لك هذا الفيديو. وعندي فكرة. تفضلي. نزلي صورة بالمنتدى. إذا وصلت 10 لايكات ب 5000. لا 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 حبيبتي، ولكني راح يوصل لك إياها ب 2000 لايك ب 10 دقائق، أنا بعرفك. أوكي تمام؟ لا أنا بدي الفيديو يوصل 2000 لايك. أنا بدي الفيديو. الفيديو الجاي تسوق وأنا ما راح أقول لك لا ليوم كامل. قولي والله. والله. الفيديو الجاي. الفيديو الجاي تكرمي. يعني ما حنسوي فيديو الا لما نصور هالفيديو. بالضبط. يلا قليلا بدي اروح انا استلم الاشياء وملابس وحركات. يا قليلا وصلنا بالضبط. الفيديو كم؟ 2000 لايك بيوم واحد. 2000 لايك بيوم واحد. ايوه مو اذا وصل ثاني يوم ولا ثالث يوم تيجي تقولي لي انه يلا خديني، لا بيوم واحد. احلى شيء الصبر. احلى اشي شو؟ الصدى. الصدى الصوت. هلا هني كيف عم يسمعونا؟ ايوه ايوه وروحوا ضيفونا على سناب شات. حاضر تكرمي. شو اخبارك؟ الحمد لله يا جارة. الحمد لله. كيفك يا جارة؟
لذيذ الأحمر. خذي صبيله. شو صب؟ لا حبيبتي أنت اللي قوم اطلع ونزل. روحي جيب الكيس وتعالي بسرعة. ما أنا خلاص بدأت تحديه. أنا ما مسويت لك تحدي إنه ممنوع تطلعي بصراحة. لا 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 معلش روز معلش لو سمحتي. أنا قلت لك هاي بس شو رأيك بالقعدة؟ والله حلوة. والله حلوة. لحظة بدي أخذ لك صورة إيه. شوف السما. عم تقرب. شوف السما. شوف البحر. خلاص تكرمي تكرمي تم 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 دوقي هاي مع السكرات. ايوه هايدي انتبهي شوي شوي سنة طيبة؟ طيبة بس انها خلطة صحة 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 سكرات لما كنت امبارح على البيت جدا خالي كان عم بيقطع ليمون حامض فاروز تحدته قالت له شو رأيك نسوي تحدي انا وياك ناكل ليمون واللي بيربح اللي ما بيسوي رياكشن بوجهه فخالة قال لها اوكي فاثنيناتهم خسروا التحدي حامض يعني مو زي ليمون السعودية ايه ليمون سوريا كتير 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 لو المرة الجاي نحن وفين رح ناخذ اوكي تكرمي يلا هلا عصري الليمون يلا يلا نهي الفيديو بسرعة لو سمحتي هي اللي طلعتك وغيرت لك جو يلا قليلن وهيك كان فيديونا لليوم روحي البقالة هاي يلا روحي تعالي البقالة يلا يلا فمفتوحة يلا يلا المغرب يلا بسرعة بسرعة وبس هيك كان فيديونا اليوم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتابع صوتك كل شيء جديد وحساباتنا بعد ما تحب الوصفة تستضيفونا على الانستغرام ننزلكم يومياتنا وبس سلام قلبك 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 طبعا قهوة ماما اللي ما حبتها يعني ما بتشرب القهوة يعني ما انت فضيحة